هل هناك ما يكدرك يا عبد الكريم؟ هناك أمر لم أصل إلى جواب شاف من شأنه. زاهر سلمان. ما به؟ أحد زبائن المشهورين الذين كانوا يترددون علي في المتجر. لم أجد اسمه في الدفتر. هل سألت عاملك عاصم بشأنه؟ يجب أن أسأله. زاهر سلمان هذا كان يأخذ بضاعته بالجملة ويدفع ثمنها نقدا، ما تأخر يوما عن الدفع. ما بك؟ لم يعجبك الحليب؟ الحليب ساخن جدا. أعتذر، هذا خطأي، كان يجب أن لا ألقيه على النار مدة طويلة. أنا أعلم أنك تحبه باردا. الحليب البارد أكثر فائدة من الساخن. أود أن أقول لك شيئا بشأن الحليب. أم ناصر أخبرتني أنها المرة الأخيرة التي تأتيني بالحليب. هل أغضبتيها بشيء؟ أبدا. أنت تدفعين لها ثمن الحليب باستمرار؟ بالطبع، هذا أمر لا بد منه. إذا ما الذي يدفعها لمثل هذا التصرف؟ لا أدري، إنما شعرت بأنها تخفي شيئا ما لا تود البوح به. اتقي شر من أحسنت إليه. أي شر هذا؟ وللمرأة الحرية في بيع الحليب لمن تشاء. لها الحرية مع الآخرين، أما أنا فلا يسري علي هذا القرار. يجب أن تعرف هذه المرأة أنني من أنقذت زوجها ذات يوم من أزمة مالية. لا تمنن على الناس إحسانا قدمته إليهم، وإلا ضاع فضلك وإحسانك. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ما تقوله يا عبد الكريم ليس تذكرة، إنما هو طلب رد جميل. هذا عاصم يخبرني بموعد عطلته الأسبوعية. لقد تأخرت عليه نصف ساعة من الزمن. ما رأيك فيه بعد 5 أشهر من العمل؟ عاصم ممتاز جدا، هذا الذي كنت أبحث عنه منذ زمن. لقد أصبح ساعدي الأيمن الذي لا أستطيع أن أتخلي عنه أبدا. تفضل. وهذه غلة البارحة. باستطاعتك أن تبقيها إلى يوم غد. كيف أبقيها وأنا لست بصاحبها؟ أستاذ عبد الكريم، كان عليك أن تعد المال أولا. ألم تعده أنت وتدونه في الدفتر؟ أجل، ولكن من حقك يا أستاذ أن تتثبت من صحة المال. أنت إنسان ذو خلق تريح البال وتسعد القلب. 200 ريال، ها؟ 200 ريال، الحمد لله، الآن أستطيع الانطلاق. مع السلامة. مع السلامة. عاصم، أود أن أسألك سؤالا. أنت تعرف بالطبع زاهر سلمان. وكيف لا أعرفه وهو أحد زبائنك المفضلين؟ إنه أحد زبائن المفضلين حقا. وهل حدث ما يعكر العلاقة بينكما؟ بالنسبة إلي لم يكن زاهر هذا زبونا فقط، بل كان صديقا عزيزا ووفيا. أكرر عليك نفس السؤال، هل أسأت إليه؟ ها؟ أبدا يا أبا محمد، لقد تعاملت معه بأحسن معاملة كما أوصيتني. كنت أجني من زاهر سلمان مقدار ما أجنيه من 10 زبائن. لا تقترب، هناك زبائن جدد حلوا محله. المسألة تخطت ما أجنيه من أرباح، بقدر ما أنني خسرت صديقا يتصف بحسن المعاملة والوفاء. سأتصل به وأسأله عن السبب الذي أخره عني. أرجو ألا تفعل فيحسبها مذلة منك. لعل الرجل كان مريضا، يجب أن أطمئن عليه.
صاحبك ليس مريضا. إذا أنت تعرف شيئا عن الرجل؟ أعرف طبعا. ما الذي تعرفه؟ علي أن أبوح بما أعرف حتى لا تكون تلك نميمة أو غيبة. علي أن أعرف ما يدور حولي يا عاصم. تحبس عني وأنت تقوم مقامي؟ لقد سمعت من صاحبك قولا لا يجوز أن أتفوه به. ما الذي سمعته يا عاصم؟ أخشى أن ينزلق لسانك فتخبره. لن ينزلق لساني، هيا قل. لقد أسر لي لأن كل الذي تبيعه هنا منتهي الصلاح. هو الذي حدثك بذلك؟ نعم، منذ فترة بسيطة. إذن هذا هو الذي أخره عن متجره. لقد وعدتني بألا تخبره شيئا. صحيح، وعدتك بذلك. كنت أعامل زاهر سلمان معاملة خاصة تختلف عن كل الزبائن. ضحيت بخمسة زبائن لأجله. كيف يدعي أنها منتهية الصلاحية وخاتما الانتهاء والإنتاج مدونان على الأكياس؟ هذا قرار من يريد أن ينهي التجارة معك. سوف يأتيه يوم يندم على هذا التصرف. يأتي هذا اليوم حسب ظني. عاصم، هل هناك شيء آخر لم تخبرني عنه؟ الشيء الذي لم أخبرك عنه أن صاحبك قد صمم على فتح محل ينافس هذا المحل في آخر الشارع. لقد بدأت المعركة يا زاهر سلمان وأشعلت النار بيديك. إذن ستحرق النار يدي. الحق علي، ما كان يجب أن أخبرك بشيء أبدا. أنت شاب شهم، محوت من قلبي كل حسن نية كنت أحملها اتجاه ذلك الرجل، ذلك الرجل الذي أخلصت له سنين طويلة. بالنسبة لي أتمنى أن يزول الخلاف بينكما وأن تعود المياه إلى مجاريها. اشتعلت النار في الهشيم ولا أحد منا يريد إطفاءها. أتعرف؟ في البداية لعنت وسوسة الشيطان وتجاوزت عن كل كلمة غير لائقة قلتها عن ذلك الرجل، ولكن بعدما سمعت ما سمعت لا شيء يجمعنا أبدا. اسمع، أخبر صاحبك أن زاهر سلمان سيبيع بضاعته بسعر التكلفة. أجل، بسعر التكلفة، ولن يهدأ له بال حتى يأتي إليه ويعتذر، وإلا فلا كلام غير ذلك. أتمنى أن تحفظ السر. اطمئن، سرك في بئر عميقة. اطمئن. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما بك يا بني؟ هل عاد إليك صمتك؟ هل تشاجرت مع رب عملك؟ هل أنت في ضيق مادي؟ لا لا أبدا، المال موفور والحمد لله. إذن ما الذي يمنعك عن الطعام ويمنعك أيضا عن الكلام؟ شيء ما في داخلي يسبب للضيق ولا أستطيع الشفاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أنت مريض يا عاصم؟ لست بالمريض الجسدي، إنما أشعر أنني مريض نفسيا. اسمع يا عادل، أمسيت واحدا منهم. قلت لك اسمعني جيدا سيان، إن كنت معي أو لم تكن بت أكرهكم جميعا.
يكاد أن ينفجر. هل لدينا حبوب لأوجاع الرأس؟ انتظر قليلا. العلف إلى زاهر سلمان ولم يبق لي شيئا منه. لما فعل هذا؟ لا أدري، يريد أن يحطمني ويلغي اسمي من السوق كتاجر للحبوب للعلف. لابد من سبب يدفعه لذلك. نعم، يدعي أنني أتحدث عنه بالسوء. وهل تحدثت عنه بشيء؟ أبدا أبدا. فهناك من يسعر الفتنة بينك وبينه. هناك، لا شك في ذلك، هو واحد من اثنين، إما زاهر سلمان أو جمال إبراهيم، ولا أحد غيرهما. صبرا صبرا يا زاهر سلمان ويا جمال إبراهيم، إن لم يأتي يوما وأدعكما تتوسلان إلي وتطلبان الصفح والعفو. ما الذي دعاك للتوقف فجأة هنا؟ ترى طارق لي، نحن نستقي كل الأخبار من مصدر واحد هو عاصم، أليس كذلك؟ متى تشك في عاصم الذي خان رب عمله وولي نعمته في سبيل قول الحق؟ أي حق هذا؟ أي حق هذا وهو مستمر في نقل الأخبار إلينا؟ هذه الأخبار التي تزيد من الشرخ بيننا. نحن نسأله وهو يجيب، ولكنه يجيب باستمرار بما يزيد من أحقادنا وخلافاتنا. اسمع يا زاهر، إذا أردت الذهاب إلى عبد الكريم بعدما سمعت كل هذا فأنت حر في تصرفك، أما أنا فلن أكون في صفه بعد أن نعتني بأبشع النعوت. أعود فأسألك، أتثق بهذا الشاب يا جمال؟ لو كنت أعلم عنه سوء لتبينت أمره، كي لا أصيب قوما بجهالة فأندم على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عاصم؟ الحمد لله بخير. أين عبد الكريم؟ لا أرى. خرج منذ زمن. خرج؟ إلى أين؟ هاتفه مغلق. لا أدري، هل أساعدك بشيء؟ لا أبدا، متى ما عاد أخبره أني سألت عنه. إن شاء الله سأفعل، لكنه لن يعود إلا عند المغيب. وهل من عادته التأخر إلى مغيب الشمس؟ هي عادة جديدة لا يعدو عمرها الأسبوعين تقريبا. ألا يخبرك عن مكانه وتنقلاته؟ إنه مطمئن لأنني أعرف مكان وجوده، لذلك هو لا يعبأ بالتصريح عن ذلك. أهو في مكان يمت إلى عمله بصلة؟ لو كان الأمر كذلك لا أخبرتك. ما الذي تخفيه عني يا عاصم؟ عاصم، ما الحكاية؟ بصراحة لا أستطيع أن أبوح بسر ربما يهدم العلاقة بينك وبين زوجك. لن أبرح مكاني حتى تخبرني ما الذي تخفيه عني. بصراحة أخاف إن أخبرتك به أكون أنا الضحية في خلاف سوف ينشأ لا محالة بينك وبينه. أعدك يا عاصم، لن أتفوه بشيء مما ستخبرني به. قل. زوجك عبد الكريم يألف داراً، ربما يتخذ منه زوجة عما قريب. زوجي أنا؟ يا للمصيبة التي حلت علي.
عاصم، أأنت واثق مما تقوله؟ كل الثقة، لأنه يريد أن يرى في حياته من يرثه. عفوا، وأنت؟ وأنا لم أنجب له منذ 10 سنوات. الآن تيقنت. كم كنت أقول لك بأنك أناني يا عبد الكريم، وكنت تقول بأني مخطئة. أنت المخطئ إن ظننت أنك ستحقق ما تصبو إليه. مخطئ جدا، صدقني. الذي دهاك يا وفاء؟ ماذا؟ ألم تطلب كوبا من الشاي؟ طلبت كوبا من الشاي فعلا، ولكنني أطلب معه وجها بشوشا وليس وجها عبوسا. إن كنت تريد وجها بشوشا ففتش عن امرأة تحمل هذا الوجه. ويدك وفاء، ماذا يجري؟ كأني بك تنقلبين علي كالآخرين. لا أستطيع التحدث الآن. بل تستطيعين. أريد أن أنام. تنامين بعد أن تخبريني ما الذي يدور في خلدك. ما يدور في خلدي لن يبقيني في هذا المنزل ساعة واحدة. ما الذي تعنيه يا وفاء؟ أعني طلقني فيرتاح كلانا. تفضل. شكرا. اتصل بك محمود يحيى منذ نصف ساعة. ما الذي يطلبه مني؟ أظنه سيتفاوض معك بشأن صفقة الأعلاف الموجودة في المرفا. اذهب أنت وفاوضه. أفاوضه أنا؟ نعم، فاوضه نيابة عني. ما بك يا أستاذ عبد الكريم؟ منذ الصباح وأنت لست على ما يرام؟ لا أخفي عليك يا عاصم، هموم الدنيا بأسرها انقلبت على رأسي. هل لي أن أساعدك فأخفف عنك؟ تخفف عني في كل شيء سوى هذه المسألة التي تخصني في الصميم. لا أدري ما يحدث حولي، كل شيء ينقلب ضدي فجأة. حتى لا أخفي عليك يا عاصم، هناك ما يعكر صفو هنائي في منزلي ويحيل داري خرابا. لا حول ولا قوة. وهل يكون هذا الخراب سببا في الطلاق؟ ماذا قلت؟ استغفر الله أن أكون صاحب فتنة بين زوج وزوجته. أنت بمثابة أخي الأصغر، سمعتك تتفوه بالطلاق. ما أنا الذي تفوهت به، إنما هي زوجتك التي تفوهت به على الهاتف. زوجتي تطلب الطلاق؟ أين ومتى؟ أخفض صوتك يا أستاذ عبد الكريم، نحن في السوق. أخاف أن أبوح لك فتفضحني ويسود وجهي أمام زوجتك، هي تكن لي كل الاحترام والعطف. قلت لك تكلم، لن أبوح بسرك. زوجتك كانت هنا في المحل تسأل عنك، وفجأة رن هاتفها الجوال، وعلمت من خلال حديثها أن المتصل هو أخوها جابر. جابر؟ وما صلة جابر بمسألة الطلاق هذه؟ لا صلة له، إنما سمعتها تقول سأطلب الطلاق عاجلاً أم آجلاً، لا أستطيع العيش مع عبد الكريم. رويدك يا وفاء، لن تبقي في داري يوما واحدا. اسمع يا عاصم، إن لم تذهب إلى عبد الكريم وتحكي له الحكاية فسأذهب أنا له. أنت تحاولين تحطيمي. أن تتحطم أنت
أفضل بكثير من أن يتحطم الجميع. أنا المذنب حقا لأنني أخبرتك بالحقيقة. هذه الحكاية من الألف إلى الياء. هذا أغرب ما سمعت. لم أكن أتوقع أن يقوم عاصم باختلاق الأقاويل ليفرق بيننا. يقول الله تعالى: الفتنة أشد من القتل. هي أشد من القتل فعلا. تخيلا أنني كنت على وشك طلاق زوجتي التي ضحت في سبيلي سنوات عدة. طلاق كان علي أكثر من القتل. إذا كان عاصم قد فجر الفتن بيننا واختلق هذه الخلافات، فنحن كذلك مسؤولون عن هذا. أي مسؤولية تعني؟ أن نصدق أي حديث يأتي إلينا دون أن نتثبت من صحته. هذا صحيح. ما الذي كان يمنع أحدنا من الاتصال بالآخر ومصارحته في الموضوع الذي يزعجه؟ الكيد الأعمى والعصبية هي التي تجعلنا نصدق ما يقوله الآخرون فنتخذ منه موقفاً، في حين قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.